اسكول دي الدوره الثامنه ليه النهارده وبكره، فهو اصلا بيضم اكبر عدد من المدارس الخاصه والدوليه بمناطق مصر الجديده، مدينه نصر، التجمع والمعادي، دي المناطق اللي هو بيضمها، بالاضافه لها في مدارس من اكتوبر. السنه دي بيتميز اتسكول انه هو اكتر صار فيه معروف، لانه السنه الثامنه بتاعته صار اكتر معروف على الناس والجمهور المصري بانه يجوا يختاروا مدارس لاولادهم من معرض اتسكول، لانه احسن ما يتعذبوا ويروحوا على مدرسه ويختاروا من كل المدارس الموجوده البعيده دي، بيجوا على معرض اتسكول وبيشوفوا كل الاداريين والمسؤولين عن التسجيل بكل مدرسه، وبياخدوا تشريح مفصل شرح مفصل عن كل مدرسه، واذا كانت الامريكان او الانجليش او الناشونال او الانترناشونال. هذا يعني، والحمد لله ملاقي نجاح كبير اتسكول السنه دي كمان اللي هو الدوره الثامنه بتاعته. في عالم مفتوح زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، احنا بنقول الدنيا بقت قريه خلاص، فانت لازم توفر كل البدائل التعليميه وكل انظمه التعليم، وكل حد بيختار النظام والفيز او المصروفات او الرقم اللي هو يقدر ينفقه على تعليم اولاده. وزاره التربيه والتعليم موجوده، المدارس الحكوميه موجوده. انا الحقيقه حابه انتهز الفرصه واقدم حمله، انا بدات خلاص عملت يعني انطلقت الحمله، اسمها حملة من أجل تعليم أفضل. من أجل تعليم أفضل حملة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، هي فكرتي. فكرت عشان اللي حضرتك بتقوله ده، عشان أنا عايزة، أنا عندي خبرة في نوعيات كتيرة من التعليم، دولية ولغات، عايزة أطور شوية أداء المدرس والكواليتي التعليم اللي بيتلقاها الطالب في المدارس الحكومية. فإحنا فعلا ومشتركين هنا في المعرض اللي بيجمع كتير من المدارس، مشتركين باسم الحملة علشان نبتدي نجمع متطوعين ونجمع رعاة للحملة، لأن this is really أنا شايفة أنه ده الحقيقة هو المستقبل اللي إحنا مستنينه بعد الثورة، وبكرة الأفضل اللي احنا بننتظره مش هيكون غير بالتعليم. المنظومة التربوية كلها بتتقسم الى ثلاث اجزاء، جزء منها هو اللي هو المدرسة، وجزء منها البيت، وجزء منها الطالب. فلو ما كانش في تكامل بين الثلاث اجزاء دول، العملية التعليمية بتقع. بمعنى ان التعليم موجود في العالم كله هو هو، يعني مفيش تغيير من سيستم لسيستم، الرياضيات هي هي، العلوم هي هي، اللغة هي هي، لكن الطريقة اللي الحاجات دي بتدرس في المدارس هي اللي بتفرق، وهي اللي بتخلي طفل مختلف عن طفل، وشخصية طفل مختلفة عن شخصية طفل تاني. التعاون بتاع البيت مع المدرسة، وان هو يبقى فيه ترابط وفيه استمرارية في البيت، ده مهم جدا بالنسبة لتعليم أي طفل.